المعرفة وما أدرك ما المعرفة. الإنسان كيما خصو يكون كيجري ورا المال خصو يجري ورا المعرفة، كيما خصك تعمر جيبك يخصك تعمر راسك. كيفاش؟ خليكم معنا. قبل ما تبدا اي مشروع كاين شي حوايج خصك ترد لها البال مزيان. كيف ما كتعرفوا حنا كبشر كنتبعوا بعضياتنا، يعني كل واحد كيتبع الاخر شنو كيدير، وحنا كانسان كنشوف الاخر فين عايش، الحياه اللي عايش فيها، البلاصه اللي ساكن فيها، الطوموبيلات اللي كيسوقهم، وليداته فين كيقريهم، وكتكون عندنا واحد الرغبه داخليه ديال اننا حتى حنا بغينا نعيشوا في ذاك المستوى، وحتى حنا بغينا نبدلوا المستوى المعيشي ديالنا ونرقاو به شويه. حتى حاجه ما مستحيله، ومن حقك انك تفكر داك التفكير هذاك. سوف كو كاين شي حوايج اللي خصك تعرفها، وكاين بعض المسائل اللي خصك تمر منها باش توصل لذاك المستوى المعيشي اللي كتحلم به. اول حاجه، ما عمرك تبدا مشروع ما عندكش الفلوس، لان الفلوس بالنسبه للمشروع بحالها بحال الدم اللي كيجري في العروق، او لا بحالها بحال ليسونس اللي كتحط في الطوموبيل باش كترولي بها. و الا كان عندك داك التفكير ديال ان من اول شهر المشروع ديالك غادي يرجع لك فلوس او لا تبدا تربح منه، فراك غلط، لان مازال كتفكر التفكير ديال السالير. وحاجه اخرى اللي مهمه، ماشي ضروري فلوس كبيره، راه تقدر تبدا غير ب $100 $200 $300 $500 $1000، ولكن راه خاصك الفلوس، راه ما كاين حتى حاجه كتبدا من زيرو. اما في حاله المقاوله فالامور كتختلف تماما، لان المشروع ديالك يقدر ياخذ شهر 3 شهور عام عامين عاد باش يعطي. سا ديبون على فين حطيتي فلوسك او لا فين استثمرتي الاموال ديالك وكيفاش استثمرتيها، فالوضع كيختلف. وخلال هذه المده هذه راه خصك تعيش، خصك تاكل تشرب خصك تحرك، فما كتعرفش شحال ديال الوقت غادي تاخذ لك. ولكن اللي هو مهم على ان طول المده ديال الوقت اللي كتقضيه انت في المقاوله ديالك راه خصك فلوس اللي غتبقى تدور باش تمشي لك حياتك حتى المقاوله توقف على رجليها. ثاني حاجه، ما تبداش المشروع ديالك الا ما كنتيش عارف فين غتحط رجليك، وديما طرح على راسك السؤال المهم ديال هو علاش انا بالضبط اللي غندير هذا المشروع، وعلاش غندير هذا المشروع في هذا التوقيت هذا، وعلاش هذا المشروع بالذات. لان الا كنتي جاي لهذه المقاوله غير باش دير الفلوس انسى، راك خاسر في المشروع من الاول. علاش انا؟ شنو الميزات اللي فيا تقدر تنجح هذا المشروع؟ وعلاش هذا المشروع دابا بالضبط؟ فهذه مسائل كلها خاصك تجاوب عليها قبل ما تحط رجلك في المشروع. وكيف ما كنزيدو ناكد كل مره، هو انني ماشي غير نشوف شي واحد في الانترنت دار شي حاجه وصدقات له حتى انا نوض ديريكتومون نديرها. خاصني نشوف واش عندي الامكانيات ديالها، واش عندي القدرات الفكريه والقدرات الماديه باش ندير هذا المشروع هذا. وحتى الا ما كانتش عندي هذه القدرات هذه ما فيها بس، الانسان كيتعلم، لي فورماسيون كاينين. فنعطيكم غير مثال بسيط، كاين الناس كتفكر دير مطعم ريستورون، كنقول لكمش بلي الريستورون هو مشروع ناجح، فغير مثال هذا. فالانسان قبل ما يمشي يدخل المشروع ديال الريستورون يحاول ما يمكن يدبر خدمه في الريستورون، يمشي مثلا يبدا يخدم معاهم، يغسل المعان، يسربي كذا. التجارب بحال هادو كيخليوك تعرف الاسرار ديال المشاريع من الداخل، كتشوف المشاكل اليوميه ديالهم شنو هي، شنو الصعوبات اللي كيواجهوها، شنو لي بلوكاج اللي عندهم، شنو الحوايج اللي كتقدر تعطل البروجي، شنو الحوايج اللي تقدر افونسي البروجي. فهذه كلها حاجة ما يمكنش انت من برا وتقدر تعرف الاسرار ديال الداخل الا وانك تكون جزء من الداخل باش تفهم شنو واقع. وفي نظركم شنو هي الحاجه الاساسيه او الميزه الاساسيه اللي خص المقاول تكون عنده باش يقدر يافونسي في لي زافير ديالو وينجح في حياته العمليه؟ بزاف منكم غادي يقولوا لي الموهبه، المعرفه، الذكاء ديال الانسان، ولكن في الحقيقه وهي الصبر. الصبر ثم الصبر، لان بزاف ديال الناس كنشوفوهم ناجحين باش توصل لديك الفيلا وديك الطوموبيل والناس خدامين معاك هادي وهادي، فخصنا نشوفوا شنو المعاناه اللي مور داك الشيء باش خلات الانسان يوصل لذاك المستوى اللي وصل له. في الناس كلها اللي كنعرفها اللي نجحات، واحد الحاجه اللي كتجمعهم على انهم كلهم عانوا، كلهم قاسوا، وحتى واحد فيهم ما لقاها سهله، الا القليل اللي كتصدف معاه انه ورث شركه اللي ديجا غاديه من باه ولا مجدوده. اما الحالات الباقيه كلها تبعوا كلهم، عندكم جيف بيزوس، وارن بافيت، ستيف جوبز، شوفوا الحياه ديالهم كيفاش بدات. معاناه كتختلف من واحد لواحد، ولكن كلها في النهايه فيها واحد الصبر والمثابره، وحتى حاجه ما كتجي سهله. وكنشوفوا ان كل شيء كيهضر على الحوايج الزوينين ديال المقاوله، وقليل ديال الناس كيهضروا على المعاناه اللي ورا كل مقاول. ابناك من جهه، كريديات من جهه، المسؤوليات، لي فاكتور، المرتبات ديال الناس، كروات هذه. الناس كتحاول ما امكن تاخذ غير الحوايج الزوينه، ولكن كاين حوايج اللي هي ديريير اللي ماشي سهله، وماشي اي واحد يقدر يتحملها الا وتكون عنده واحد الشخصيه اللي ما يمكنش تخيلها الانسان. ما تبداش المشروع ديالك وانت مازال باغي تفطح، لان المقاول ما عنده حتى علاقه بالسالاري. فاش كنتي سالاري كنتي كتخدم من 8 ل 3 اولا كتخدم 6 ولا 7 ولا 8 سوايع في النهار، مور 8 سوايع ديالك كتعيط لصحابك تتلاقاو في قهوه، قدو مثلا الويكاند تمشيو تسهروا وتخرجوا مع راسكم تفتحوا لحد كتصبح ناعس ما عندك مشكل. ولكن في المقاوله ولات عندك حياه اخرى، فما بقاتش 8 سوايع في النهار كتقدر انت
تخدم 16 ساعه 14 ساعه 18 ساعه، بعض المرات كتنعس في البلاصه اللي راك خدام فيها. علاش؟ لانك كتخدم لراسك، ما كتخدمش لشي واحد اخر. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك المقاوله راه كتولي حر ديال راسك. وي فعلا كتولي حر ديال راسك، ولكن ماشي دابا. كتولي حر ديال راسك من بعد 5 سنين 6 سنين، حتى المقاوله كتكبر كتركريتي الناس كيوليو خدامين، كتولي ديك الساعه انت بعيد، ماشي ضروري تكون انت في البلاصه باش تمشي الامور. كاين ناس اخرى وظفتيها عندك هي اللي كتمشي لك الامور. عطيكم انا غير مثال، انا فاش بديت كنت الاول اللي كنحل والاخر اللي كنسد. يعني ما كاينش ديك المساله ديال لا راه خدام عند راسي نسد فوقاش ما بغيت ونحل فوقاش ما بغيت، حيت كاين التزامات، كاين مسؤوليات اللي هضرنا عليها قبيله، كاين كراوات كيتجمعوا عليك، كاين مصاريف، كاين بزاف ديال الحوايج. فالانسان خصو ينتبه على ان بدايه المشروع تنسى على الحياه الحره او لا تفتح لي مع راسك. فكيف ما قلت، الخمس سنوات الاولى كتعول على راسك، ما كتعول حتى على شي واحد. خصك تكون ديما موجود وواقف على شغلك 100%، لان النهار اللي غادي تجي للشركه وتلقى لا سكرتير ما جاتش راه كدير خدمتك، جيتي شي نهار السيده ديال الميناج تعطلات راه غادي تهز لاسبيراتور، غدوز لاسبيراتور تما، حيت راك كتخدم حاجه ديالك. ومن ناحيه اخرى كيخصك تعرف الامور ديالك كلها كيفاش كتمشي في الشركه، باش نهار شي واحد كيجي الناس اللي خدامه معاك كيحكي لك على شي مشكل راك عارفو علاش كيهضر، حيت دزتي في بلاصتو خدمتي الخدمه اللي دار. فمن ناحيه كتوقف على شغلك كما قلت، ومن ناحيه اخرى كتعلم بزاف ديال الحوايج اللي مع الوقت كتعطيك مفاتيح ديال النجاح. وهاد المفاتيح هادي هي اللي كتجعلك تطور الشركه ديالك، وكتعرف لي فاي، كتعرف الحوايج اللي ضعيفه في الشركه والحوايج اللي مزيانه، كتغطي كل حاجه وانت كتمشي. فالمقاول كيكون عارف كل شيء وموجود في اي لحظه وفي اي اكسيون اللي خصها تافونسي الشركه. فكما قلت نسى عليك ديك المساله ديال نجي ندير خدمتي ونمشي بحالي، لانك انت سالاري كتدخل عندك انطاش ديالك كديرها كتمشي بحالك. ففي المقاوله كتولي كدير كل شيء وكدير شي حوايج اللي ما عمرك ما درتيهم. نسى عليا شي حاجه سميتها الويكاند، نسى عليا شي حاجه سميتها العطله. فإلا ما كنتش قد على هذا الشيء، هاد التضحيات هذه كلها فالمقاوله ماشي ديالك. الحاجه الخامسه، ما تمشيش للمقاوله الا كنتي انسان ما كتبعش الحاجه ديالك حتى الاخر ديالها. نزيد نشرح، يعني اصلا المقاوله او الشركه كشركه باش تبداها خصك وراق، خصك جري جيب الورقه الفلانيه، تبع المقدم، شوف هذا رئيس المصلحه يسني لك هذه الورقه. حاجه اخرى، فاش كدوز مع الكليان، الكليان خصك تمشي تقلب عليه، تجلس معاه، نيغوسي معاه، تقنعو باش يشري. بغيتي قرض من البنكه كيخصك تمشي عند البنكه، تاخذ داك الملف من البنكه، وجدوك الاوراق اللي طلبها لك البنكه، تقنع السيد اللي في البنكه باش يعطيك القرض. بغيتي توظف عباد الله كيخصك تروكروتيهم، تجلس معاهم، دير لهم انترفيو. فهذه حاجات كلها اللي السر فيها هو انك تكون واحد الانسان اللي كيتبع حاجته حتى الاخر. فإلا كنتي انسان ديال كيبغي يدير الحاجه غير زربها هكا دغيا طق 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 باش يتفك منها، انسى، المقاومه ماشي ديالك. هادشي علاش هاد خمسه د الحوايج مهم من الانسان يعرفهم قبل ما يبدا اي مشروع. فإذا كانت شي وحده فيهم ناقصه، هذا لا يعني انك غادي تكون مقاول فاشل او لا رجل اعمال غير ناجح، ولكن هذه مفاتيح كتعاونك باش انك تافونسي في المقاوله ديالك. والوقت الا كنتي غتضيع في واحد المقاوله واحد الخمس سنين، كتصدق كتضيع فيها غير عامين او لا كتضيع فيها عام، فكتربح بزاف ديال الوقت باستعمال هذه المفاتيح هادو. كنتمنى ان هذه المواضيع هذه كلها عجبتكم. كاين مواضيع زوينه ومهمه جايه في الطريق، خليكم معنا.